هل الاعتكاف خاص بأي مسجد أم لا بد من مسجد تقام فيه الجمعة؟ تقام فيه الجماعة، لا بد من مسجد تقام فيه الجماعة، ما هو لازم تقام فيه الجمعة، الجمعة يخرج يصلي في الجامع لا مانع، لكن تقام فيه الجماعة الصلوات الخمس. نعم، فمعنى قول الفقهاء يجمع فيه يعني تصلى فيه صلاة الجماعة. نعم.